مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده واستوديو رجال الاعمال. الحقيقه احنا بقالنا كتير قوي ما عملناش حلقه جديده وانتوا وحشتوني جدا، بس النهارده احنا راجعين بقوه وهيكون معانا حلقه حلوه جدا. هيكون معانا نجم من نجوم الاقتصاد المصري، احد اكبر المطورين العقاريين في مصر. معانا المطور العقاري مهندس هاني العسال، هو رئيس مجلس اداره مجموعه مصر ايطاليا القابضه ووكيل غرفه التطوير العقاري في مصر. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. خليني اعرف الجمهور الاول، ايه هي شركه مصر ايطاليا؟ هي من الشركات العقاريه الكبرى واللي بتعمل ما بين الاستثمار العقاري والتطوير السياحي والتنميه العمرانيه والتنميه الصناعيه، وكمان بتعمل في قطاع الاساس والديكور. تضم الشركه منظومه اداريه ومهنيه محترفه، ويعمل بمشروعاتها وشركاتها العديد من الخبراء والمحترفين، وذلك جعلها تعمل بفكر مطور وأدى إلى تنمية مشروعاتها وأصبح لها خبرة في المجال العقاري واسم كبير. بجد ترحيب بحضرتك ويعني منورنا النهاردة. الله يخليك. عاوزين نبدأ الأسئلة باستثمارات الشركة في السوق المصري، وعاوزين نعرف بالشركة وإيه هي أهم مشروعاتها وايه هي حجم العماله اللي بتعمل في الشركه. طب دول 3 اسئله مش سؤال واحد. يعني انا طبعا برحب بيكم وبشكركم، وحب ابدا بتعريف يعني ايه المطور العقاري، ويعني ايه اقتصاد، ويعني ايه ازمه احنا فيها، ويعني ايه رواج. يعني اما مشاريع الشركه دي موجوده من قبل ومن بعد. يعني يعني في مصر عندنا ميزة كبيرة جدا انها دولة كبيرة، هي دولة ال100 مليون. ال100 مليون ده الرقم الذهبي في الاقتصاد. يعني بمعنى ايه؟ ان الانتاج ليه دورة كاملة بالدور. لما بندرس احتياجات المجتمع وبننتج ليها، الانتاج بيكفي وفي دورة اقتصادية كاملة. يعني ما بنقفش على عجز قوة شرائية. والاقتصاد هو في الدرجة الأولى احتياج وعرض وطلب، ويعني ترجمته قوة شرائية. فمصر بتتوافر فيها المناخ الكامل، وهي دولة ذو مواد خام، يعني عندها مادة خامة. والمواد الخام لو احنا استغلناها وعملنا بيها صناعات بتبقى من الدول المهمة في العالم. فاحنا على الطريق الصح، يعني في زمن فات وفي زمن قادم. الزمن القادم هو زمن الاصلاح الاقتصادي اللي احنا فيه حاليا، اللي احنا بنسميه أزمة، وهي فعلا أزمة. لو ما كانش في أزمة ما كانش هيكون في إصلاح. فأنا حبيت أبدأ بالمقدمة دي عشان يبقى الحديث بعد كده أو أي سؤال بعد كده يبقى ليه يعني في الإطار، في الإطار المفهوم الاقتصادي وفي إطار الأزمة وحل الأزمة. طيب خلينا بقى نعرف في إطار الأزمة وحل الأزمة، ايه هي خطة شركة حضرتك للعام الجديد، وايه هي توقعاتك للسوق العقاري وارتفاع سعر الدولار؟ شايف ان هو اثر بشكل قد ايه على السوق العقاري في مصر في الفترة الحالية؟ هو السوق العقاري بالتحديد هو سوق بخير. هو حصل مشاكل قبل كده في العالم، مرة في شرق اسيا ومرة في الخليج ومرة في امريكا، بسبب مضاربات السوق العقاري. احنا في مصر هنا ما بيحصلش ازمات، ولن يعني مش هيحدث أزمة فيما بعد. ليه؟ لأن السوق العقاري عندنا سوق حقيقي بدون مضاربات، ده احتياج فعلي، ده دراسة احتياجات المجتمع والتخطيط ليها. دي أول حاجة. تاني حاجة، احنا بنشتغل كلنا في ظل العجز. فلما يكون في مهنة أو في صناعة فيها عجز، فالعمل فيها بيبقى يعني اساسه النجاح. انا كنت اتمنى انه يكون في منافسه، يعني عجز ومنافسه. هو في منافسه حقيقيه ولكن في عجز اكبر من المنافسه. ففي ظل العجز ما فيش
حاجه اسمها السوق العقاري تعبان او السوق العقاري تاثر. هو تاثر بالاقتصاد بس موجود. موجود. العقار هيغلى. العقار غلي مش هيغلى. هيغلى كمان. هيغلى كمان. السبب ايه؟ السبب ان تعويم الجنيه. الجنيه بتاعنا انخفض امام العمله الاخرى. امام العمله الاخرى. فهيخلي السعر العقار يرتفع. هو ارتفع في سنه 16 تقريبا الى 100%. وهي ما انتهتش سنة 16 لسه إلى الآن. فهو ارتفع من أول يناير إلى الآن 100%. في سنة 17 يعني في تحديات برضو. مش هي سنة الاستقرار. هي سنة التحديات. هيرتفع العقار تاني إلى 35% ويوصل 50% كمان. يعني هي بس هي ديت ده طبيعة الاقتصاد كده. بياخد يعني طالع نازل منحنى طالع ثم ينزل ثم يطلع ثم ينزل. تعرض وطلب واحتياجات. يعني هو اهم حاجة في الكلام اللي احنا قلناه كله دراسة احتياجات المجتمع والتخطيط لها. هو ده العقار. طيب هل في خطة من قبل الشركة لمواجهة المنحنى او التحديات الكيرف اللي طالع لفوق قوي ده؟ هو طبعا احنا في مرحلة التعويم لم تستقر بعد. يعني سعر العملة لم يستقر. وبرضه اعتقد ان الدولة نفسها عندها تحديات في حكاية العملة. لان العملة في فترة منها تحولت من اداة معاملة الى سلعة. وحصل بيها يعني مضاربة وناس استفادوا كتير. فهو هتاخد وقت شوية بين العرض وبين الطلب في العملة نفسها الى ان تستقر. دي مرحلة دي اسمها المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية دي مرحلة مهزوزة. احنا كلنا بنبقى مترقبين ليها ويمكن بنتوقف او بنهدى شوية الى ان يستقر سعر العملة ونقدر نحدد التسعير ونقدر نشوف المدخلات بتاعة الانتاج زادت كام في المية بناء عليه بنبدأ ندي قرارات. فاحنا في مرحلة دلوقتي الهدوء والدراسة والتأمل. وهي اكتر حاجة الدراسة. احنا بندرس دلوقتي يعني كل شيء من العملة احتمال تبقى ايه واحتمال توصل لفوق قد ايه او لتحت قد ايه وامتى تستقر. بناء عليه كمان هيتوقف عليه المستثمر الخارجي. المستثمر الغير مصري. ان المستثمر الغير مصري يعني انا ليا صديق من الدولة السعودية الشقيقة. رجل اعمال كبير ومشهور ومعروف. واتفقنا ان احنا يعني هنيجي نعمل تعاون مشترك. وفوجئت قلت له حول بقى الفلوس عشان نبتدي نحول للوزارة الفلوس ونحصل على المادة الخام اللي هي الارض. فقال لي انا ما اقدرش احول دلوقتي لاني هخسر 30% عشان سعر العملة طالع نازل. فطبعا هو ليه حق. وانا كمان يعني سكت ورحت طبعا للوزارة وقلت لهم. فيعني في مرحلة انا مسميها المرحلة الحرجة او المرحلة الانتقالية اللي هي. كمان لازم يظهر قانون الاستثمار يخلص ويظهر. لازم تستقر سعر العملة. الحاجتين دولت هيخلي الاقتصاد يستقر. طب في رأي حضرتك الفترة دي فترة التأمل دي هتقعد قد ايه بالنسبة للشركات العقارية؟ امتى هنشوف في بداية استقرار فعلي من رأي حضرتك مش يعني من وجهة نظرك انت لسه؟ في الربع الاول بعد السنة دي السنة الجديدة. وطبعا دي مدة كبيرة. كما اقدرش اقول غير كده. لكن هو 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 يجب تخلط في شهر او في اسبوعين. يعني هو الشغل يعني احنا متعودين لما بنحط دماغنا في شغل لازم نخلصه. يعني ما ينفعش يطول. يعني ما ينفعش مثلا ابني عماره في 3 شهور وطلع رخصه في سنه. هو بيحصل كان بيحصل كده. كان في وقت بيحصل كده. فيعني انا اللي انا شايفه في الربع الاول من السنه. ولكن هو يجب تخلص في شهر. يعني انا في نظر كرجل اقتصاد يوم بدون عمل بيساوي مصيبه.
طب ده وضع الشركات العقارية الكبيرة زي حضرتك، طب هل الشركات المتوسطة والصغيرة ايه تأثير الدولار عليها، وهل شايف ان في شركات منهم ممكن هي تتعرض للإفلاس؟ في طبعا طبعا اللي في شركات، يعني انا اعرف واحد اشترى ارض وطلع التراخيص وبنى وباع الوحدات كلها، فهو اشترى بسعر قديم بالدولار وباع، هو في العين السخنة، وباع الوحدات كلها بدراسة الجدوى الاقتصادية بتاعته القديمة، ولسه ما بناش ولسه ما دفعش باقي سعر الارض، وسعر الارض بقى تريبل بالنسبه لسعر الدولار، وسعر النهارده سعر ايام ما اشترى بقى تريبل، وهو كان مشتري غالي بطرح، فطبعا ده هيتاثر. وفي ناس كتير، فدول هيتاثروا. اللي مش هيتاثر الشركات الكبيره، هو جزء باعه بخساره وجزء تاني هيبيعه بمكسب، فيقدر يتحمل الخسارة مقابل المكسب، يعمل بالانس، توازن. في التوازن ده هو اللي بيتحمل لوحده الخسارة علشان سمعته، وعلشان يعني هو مشارك في التنمية، وعارف ان العميل هو كمان عنده ظروف قهرة، يعني الظروف القهرة دي بتيجي على الكل، فهو بيشارك في الحل. لكن هو عنده مشكلة، هو عنده مشكلة لكن بيقدر يحلها. الشركات الكبيرة، الشركات الصغيرة هتتأثر كتير، وممكن الناس ما يقدروش أفرضية إدارة. وبعدين في الاقتصاد في حاجة اسمها الظروف القاهرة، هو لو السعر فجأة داد عن 30% دي ظروف قاهرة في القانون، ممكن يتوقف، ممكن يعيد تسعير، ممكن يعيد عقد، يعني بس ايه، هي كلها تحديات صعبة، حتى العميل نفسه ما بيستحملش. طيب مهندس هاني، انا بستأذنك هنطلع فاصل وهنرجع نكمل حديثنا. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل معاكم كلامنا، وتابعوا معانا الحلقة عشان تسمعوا الكلام المميز جدا والكلام اللي هيفيد ناس كتير فينا مع مهندس هاني العسل. العقارية، بيوت وحياة. العقارية، بيوت وحياة. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية وبنكمل حديثنا مع مهندس هاني العسال، وبجد ترحيب حضرتك، أهلا وسهلا بيك. تحت أمرك.
عايزين نعرف بقى رأي حضرتك في الأصوات دلوقتي اللي بتنادي بوقف المشروعات القومية زي العاصمة الإدارية الجديدة وزي مدينة الجلالة. هل شايف ان احنا نوقفهم في الفترة الحالية ولا دول هيساعدونا جدا في اعادة الاقتصاد المصري الى ما كان هو عليه؟ انت سألتي سؤال مهم في وقت مهم في مشاريع مهمة. اولا المشاريع القومية لا بديل عنها. يعني بلد بلا مشاريع زي بلد بلا مستقبل. وهل هي الضرورة الان ولا دلوقتي الضرورة في الاكل او التعليم او توفير المدخرات الاساسية؟ حبينا نتكلم عن المشاريع القومية، فهي أهم حاجة اتعملت في الوقت الحاضر، ويعني مصر الحديثة تتميز بالمشاريع القومية. المشاريع القومية هي المستقبل، هي يعني هي أولادنا، هي شبابنا. لو بدأت بمثلا إحدى المشاريع القومية ده العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية دي لوحديها دي فكرة عبقرية، وحتى المكان عبقري. المساحة نفسها حتى المساحة نفسها عبقرية، لأن فيها امتداد وفيها طرق. يعني عملت يعني الطرق دي أنا بعتبرها شرايين الدولة، شرايين البلد، وبتفتح حواليها آفاق للتنمية والتعمير. كمان في حاجة مهمة جدا، العاصمة الإدارية خططت بطريقة حديثة، يعني إن شاء الله هتبقى من أجمل مدن العالم. يعني هتبقى من أجمل مدن العالم. ولو إحنا عارفين مكانها فين، هي طبعا بتبدأ من انتهاء القاهرة الجديدة، أو هي بالمعنى الصح هي امتداد القاهرة الجديدة. ولو متجهة لغاية طريق السويس من ناحية، ومن غاية طريق العين السخنة من ناحية التانية، فهي مساحتها حوالي 190 ألف فدان. يعني حاجة غير يعني حاجة كبيرة وحاجة حلوة، يعني حاجة غير محدودة. ديت هي دي التنمية الشاملة، هي دي البلد، هي ديت الفكر. كمان في حاجة مهمة جدا، انت لو ابتدادها من ناحية العين السخنة، جعلت العين السخنة كلها هتبقى شاطئ القاهرة، وامتدادها من طريق السويس هتخلي منطقة راس سدر كلها هي شاطئ القاهرة. فهتبقى العاصمة الإدارية ليها شاطئين، شاطئ القاهرة اللي هو العين السخنة، وشاطئ القاهرة اللي هو راس سدر. كل شاطئ طوله حوالي 140 أو 150 كيلو. تخيل انت بقى جمال العاصمة هتبقى يعني قد ايه جمالها. دي واحدة. لو خدنا مشروع قومي تاني مكمل ليه برضو، جبل الجلالة. جبل الجلالة في العين السخنة، هو اولا على بعد، على ارتفاع 700 متر، على ارتفاع 700 متر، ينتهي تقريبا في حوالي 800-900 متر، ومساحته حوالي 25 ألف. يعني مساحته 25 ألف فدان. تخيل انت بقى المدينة الراقية الجميلة اللي على ارتفاع 700 متر و 25 ألف فدان، ومعمول لها تخطيط يعني راقي جدا جدا جدا، وبدأ فيها العمل فعلا بأهم حاجة اللي هي الشرايين، اللي هي الطرق، وجامعة الملك عبد الله. واعتقد كمان ان في فندق تحت الانشاء دلوقتي، واحنا كشركه مصر ايطاليا كمجموعه احنا مقدمين فيها، وان شاء الله هيكون يعني احنا دائما مشاركين في التنميه يعني. طيب خليني اسال حضرتك، يعني برضو انا عاوز برضو اكمل المشاريع القوميه. يعني انت سالتيني سؤال، لان في ناس مش فاهمه، يعني انت عاوزه تبدلي المشاريع القوميه بشويه لحمه وشويه فراخ؟ ده معقوله تدي اللحمه والفراخ بقى ممكن افتح افاق لتصنيعهم يعني بسهوله؟ كمان دي الفرخه يعني بتقعد من 30 يوم ل 40 يوم، يعني في فرخه بتنتج كل 30 يوم. لا يعني هو قرار سهل. يعني اي سؤال انا بساله هو مش رايي الشخصي،
انا بفهم الناس. هو انا برضو بفهم الناس، انا بتكلم على لسان الناس اللي هم بيطرحوا سؤال زي ده. هو انا برضو بفهم، انا برضو بفهم الناس، لان الاقتصاد ده دوره بتعود على الناس كلها بالخير، بتعود على البلد كلها بالخير. كمان في مشروع ثالث من المشاريع القوميه اللي هو المدينه المليونيه في منطقه العالمين. يعني اولا العاصمه الاداريه هتاخد لها حوالي 30 مليون فرد، يعني هتساعد 30. شوفي النقله، شوفي كيف بقى هنخلخل القاهره اللي هي ايه، اللي فيها شلل مروري دلوقتي، اللي فيها عدد افاق الخيال اللي هو حوالي 20 مليون واكتر. خلي بالك في دول كتير قوي عددها اقل من الـ من الـ من من القاهره. يعني وانت عندك المحافظات كلها كده، عندنا الفيوم دلوقتي 5 مليون، عندنا الاليوبيه ولا الاليوب، محافظه اليوب 7 مليون. انت عندك النمسا دوله كبيره عاصمتها فيينا كلها دي 6 مليون. يعني محافظه اليوب اكبر. فبالتالي المشاريع القوميه وفتح الشرايين بالطرق ده توسعة أفقية مطلوبة وتقريبا مطلوبة إجباري. كمان في حتة مهمة جدا لازم تبقى الناس كلها تعرفها، التنمية البشرية والتوسع الأفقي دي حاجة لابد منها، والاستثمار والمتجه إلى شرق القاهرة. يعني انا ما كنتش هخطط لشرق القاهرة، شرق القاهرة هيمتد فيه الضغط العمراني او الزحف العمراني اجباري، فانا بخططه. الدولة دلوقتي انتبهت للحتة دي وبتخطط طريق مصر الاسماعيلية كله، طريق مصر السويس كله، امتداد القاهرة الجديدة كله، طريق السويس كله اللي هو في حضنهم العاصمة الادارية. فهو الاستثمار والزحف بيتجه شرقا، فديت التخطيط ده مهم جدا. فاحنا قلنا دلوقتي 3 مشاريع قومية. المشروع الرابع الطرق، يعني الدولة عملت في سنتين 5000 كيلو طرق ما تعملوش في 30 سنة، 30 سنة اتعمل حوالي 2800. الطرق دي هي شرايين البلد، هي شرايين الدولة، بتفتح افاق التعمير من كل الاتجاهات. افاق التعمير اللي قد ايه؟ الى تقريبا يعني ما لا نهايه، مستمره، وبتعمل قيمه للمكان وللبلد، وبتعمل مجرد ما يحصل التنميه بيحصل قيمه مضافه. القيمه المضافه هنا لن تتوقف، مستمره. دي نجاح بالظبط. القيمه المضافه هي ديها دي نجاح، او هي النجاح. يعني هي ديت المشاريع القوميه. ولو خدنا كمان شرق التفريعة وتوسيع قناة السويس والامتداد الطبيعي لمنطقة بورسعيد ومنطقة يعني الأنطرة شرق، والتخطيط للصناعات الصغيرة، للصناعات الصغيرة دي هي دي مستقبل مصر. ده كل الدول حتى الدول المتقدمة 95% من صناعتها صغيرة، واحنا عندنا عجز. فهو بصفة عامة يعني هنرجع تاني للعقار. العقار هو شقة، ده العقار متنوع. اسف على المقاطعة، ولكن هنطلع فاصل قصير وهنرجع تاني نكمل كلامنا عن المشروعات الصغيرة. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم تاني.
العقارية بيوت وحياة. ورجعنا لكم مرة تانية وبنكمل حديثنا مع مهندس هاني العسال، وبنكمل الكلام عن المشروعات القومية وقيمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري. اتفضل يا أستاذ هاني كمل. يعني هو طبعا يعني هو الاقتصاد حاجات كتير قوي، يعني هو يعني في تجارة وصناعة ويعني زراعة ومشاريع قومية وتعليم وصحة، حاجات كتير قوي. ولكن في الوقت الحاضر ينقص مصر الصناعات الصغيرة. الصناعات الصغيرة في نظري أنا يعني التكنولوجيا في العالم بتبدأ من هنا من الصناعات الصغيرة. من الدول يعني حتى الدول المتقدمة جدا حاليا 95% من الصناعات بتاعتها صغيرة، لأن الصناعات الكبيرة اصلا بتعتمد على الصناعات الصغيره. واديكي مثلا السياره، صناعه السياره دي حوالي لها 385 قطعه، كل مصنع صغير بيعمل حاجه. فتخيلي بقى المصنع الكبير اللي هو بيجمع السياره ويطلعها منتج نهائي معتمد على صناعات صغيره عددها 385 نوع، وممكن كل نوع يكون ليه كذا مصنع. فهي هي دي الحقيقة اللي عايشينها. هوديكي مثل تاني برضو في السيارة، يعني انت عندك في واحد في ايطاليا كان اسمه أنييلي فراري، دوت عنده مصنع صغير ورشة حدادة، هذا المصنع وهذا الورشة طورت بقت النهاردة مصانع فيت المشهورة في كل العالم وليها فروع. شوف البداية قد ايه والنهاية قد ايه، هي دي التنمية، هي دي الحقيقة اللي احنا لازم نكون عارفينها وندوس عليها وناخد بيها. فهو مشاريع قومية اذا بدأت يجب ما تنتهيش، هو ده مستقبل مصر، هو ده حاضرها ومستقبلها. احنا في الوقت الحاضر يعني مثلا انا هكلمك عن مشكلة السكر. هي مشكلة السكر دي مش مشكلة خالص، افترض ان السكر اتمنع سنة، بيتمنع سنة، ايه مشكلة سكر؟ يعني الناس لو عاشت من غير سكر يمكن تبقى صحتها احسن. يعني فهو صناعة الازمة غير الازمة، غير ممكن تنبهنا لشيء، تنبهنا ان احنا عندنا تقصير في مصانع السكر، عندنا تقصير في زراعة البنجر والقصب، عندنا تقصير بعدم الاهتمام بالمزارع او الفلاح اللي بيزرع البنجر والقصب. يعني هي دي مؤشرات يجب ان احنا نهتم بيها، لان دي يعني ده انتاج وليه مدخلاته. يعني هو يعني اذا احنا خدنا كل مشكله وحليناها الدوله تتقدم وتتطور. يعني هو مجموع المشاكل اللي في البلد هو تساوي تقدم البلد، هو تساوي الفتره المنسيه اللي فاتت. يعني فديت من ناحيه المشاريع القوميه، يعني هو من اقوى الحاجات اللي اتعملت في الدوله الحديثه، ويا رب كده تكمل بالخير. وفي كمان مزارع السمك، دي مزارع السمك دي انا ما كنتش مصدق، والله لما اتقالت ما كنتش مصدق، دي النهارده بتنتج وبتطلع ومعموله بطريقه علميه يعني جميله جدا. ليه ما اتعملتش الحاجات دي مثلا من 10 سنين؟ بلاش الكلمه دي، احسن ايه، دي كلمة تقيلة، لكن هي دي المشاريع المطلوبة. بقى نقعد نقول لا نأجل مشاريع قومية عشان نجيب شوية سكر ولا شوية قمح؟ طيب بدل ما تقولوا كده بقى، طيب بتزرعوا السكر وتزرعوا القمح. ده القمح بيطلع بيتزرع في شهر 11 يتجمع في شهر 5، 6 شهور خلص، وعندنا الأرض وعندنا المية في الساحل الشمالي. يعني هو المشاريع القومية أهم حاجة اتعملت في الوقت الحاضر وفي الدولة الحالية. بس عاوزين نعرف من حضرتك، هي مطالب القطاع الخاص من الحكومة، وهل في سبل معينة علشان نزود الاستثمار الأجنبي لمصر، وإيه هي السبل دي؟ هو طبعا هو ده برضو كده سؤال في بعضهم، بس أسئلة قوية وأسئلة حلوة. يعني هو مفيش حاجة اسمها مطالب القطاع الخاص، القطاع الخاص ملوش مطالب، هو في حاجة اسمها احتياجات العمل. يعني انا لما اكون محتاج كهرباء
دوت مش مطلب، يا اما في كهرباء يا اما ما فيش شغل مثلا، او محتاج عمل، يا اما يكون في عمل او ما فيش عمل. فهي مش مطالب، هي احتياجات. هو في حاجة مهمة قوي حصلت موجودة في البلد دلوقتي، اللي هي الإرادة السياسية. ما كانتش متوفرة بالكم الكافي زمان، لكن هي متوفرة بالكم الكافي دلوقتي. هي دي أهم حاجة. نيجي بقى نعرف الناس إيه الإرادة السياسية، عشان اللي مش عارفين يعني إيه إرادة سياسية. قرار السياسي بيأثر على الاقتصاد بدرجة 100%. يعني هديكي مثل، هو قرار التعويم الجنيه المصري العملة هو قرار سياسي بناء على يعني تعليمات او نصائح يعني البنك الدولي وخطة الاصلاح الاقتصادي اللي احنا ماشيين فيها الدولة. ده قرار سياسي اثر على الاقتصاد، ما اثرش، اثر بدرجة دي 100% اثر، لكن بيأثر قد ايه ايجابيا وقد ايه سلبيا. هي هنا الحزبة، وهنا هنا بقى الكلام، وهنا بقى التدخل. مطلوب ايه عشان يكون القرار ايجابي؟ مطلوب عدة حاجات. مطلوب استقرار اقتصادي. هو في دلوقتي قرار سياسي واستقرار سياسي. مطلوب بقى استقرار، طبعا قبلهم كلهم، استقرار امني، وهو متوفر في مصر من اكتر دول العالم المتوفر فيها الاقتصاد الامن. هي الايه؟ الاستقرار الامني. مصر من اكتر دول العالم. يعني في دول في اوروبا متقدمه جدا تقدريش تخرجي بسهوله بعد المغرب، تمشي في الشارع كتير. يعني مش دوله يعني ولا واحده اكتر. لكن عندنا هنا انا بشوف الناس بيمشوا في الشوارع لوحديهم بالليل الساعه 1 و2 بالليل، امنه خالص. يعني اكتر من اكتر دول العالم امنه هي مصر، دي الحقيقه. سيبك بقى من التدخلات السياسية أو من الفرقعة يعني الإرهابية المنتشرة في كل العالم دلوقتي، وهي كلها برضو سياسية، وكلها سياسية برضو. فهو دي من 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 عوامل الاستقرار في مصر: الاقتصادي، الأمن، والسياسة، والاستقرار الاقتصادي، والحرية الاقتصادية. شوف الثلاث أربع حاجات دول. هنيجي بقى على الحريه الاقتصاديه يعني اللي هي تهمنا كلنا. يعني مصر امنه جدا، من اكتر دول العالم امانا مصر. طب والتفجيرات اللي حصلت سواء كانت في الطياره او سواء كانت في الكنيسه او سواء كانت في الشرطه، طب ما حصلش اكتر منها في كل حته؟ بيحصل. طيب دي كلها، اولا دي كلها مدبره، ولكنها جديده على مصر. اوكي، وجديده على 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 العالم كله. ها هو الطيارة اللي يعني الروسية اللي انفجرت في تركيا دي حاجة عادية بقى، فعل فاعل الأحداث، ولكنها أثرت على تركيا. أوكي، وأثرت على السياحة التركية. أوكي، طبعا لازم تقص. والانفجارات اللي حصلت في باريس بقى دي كلها فعل فاعل، كلها إرهاب. الإرهاب موجود في كل العالم دلوقتي، بس كيف يعالج؟ يعني لازم، يعني من اكثر الدول اللي بتكافح الارهاب في العالم مصر، وبالتحديد الرئيس السيسي. ده من اكثر الدول في العالم حضرتك اللي بتحارب الارهاب وناجحه فيه. الطريقه اللي بتعالج بيها مصر الارهاب، هل شايف ان هي طريقه ناجحه؟ وليها طرق كتير. انا ما اعرفش بقى دي كانت طريقه ناجحه، بس انا شايفها ناجحه. يعني هي يعني بتتدخل وبتمنع. هو ممكن يعني هي السؤال بقى ممكن نجيبه، هي طريقه ناجحه. بس لما بيحصل ازمه، وبيحصل ازمه بسبب الارهاب ده، بيحصل ازمه، ازاي تعالج الازمه؟ يعني باريس حصلت فيها كارثه كبيره في العاصمه، وبعديها باسبوع عملوا مؤتمر دولي، يعني انتهت الازمه. هي ديت يعني اداره الازمه. احنا في دوله في وقت بتبقى مأزومة، لازم في علم اسمه إدارة الأزمات. العلم دوت في جهات كتير بناجحة فيه وبتاخد فيه، يعني منها الجهات الأمنية، بس أنا شايف إن مصر يعني من أقل دول العالم في الأحداث الإرهابية.
يعني ده اللي انا شايفه الحقيقه، يعني دي صفه موجوده في كل العالم، ومصر دوله امنه بصراحه يعني. طيب انا بستاذنك هنطلع فاصل وهنرجع نكمل. مشاهدينا فاصل ورجعنا لكم تاني. العقاريه بيوت وحياه. يلا بقى يا عزب بقى، يا عزب شو خراب الدنيا، يلا يا عزب بقى، العيال الصغيره عندك وانت مش عايز تعدي، يلا يا عزب عزب وانت عايز تعدي عزب. مشوار البحر بقى أسهل كتير في كريستال لاجونز في موسى كوست. جبنا لك البحر لحد شاليهك، بالكافيهات بالمطاعم بالألعاب، يعني العيلة كلها هتتبسط بمقدم 41,000 جنيه وبقسط شهري 2800 جنيه. موسى كوست، جبنا لك البحر لحد شاليهك. العقارية بيوت وحياة. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية، وكنا بنتكلم عن الوضع الأمني في مصر. الحقيقة أنا هقول رأيي الشخصي في الموضوع ده، أنا شايفة أن السيسي طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحارب الإرهاب طبعا، وطبعا في جهود جامده جدا، واحنا كمان مع الضباط اللي بتموت كل يوم في سيناء. ولكن خلينا نبص الموضوع بنظره تانية خالص، ان حفاظا على روح الضباط وحفاظا على الارواح المصريه، عايزين يكون في حملات توعيه ضد الارهاب بدل من قتلهم. احنا بنخسر ارواح من الضباط وبنحارب بكل روحنا وبكل دمنا، بس عايزين يكون في وعي مجتمعي، عاوزين يكون في دور ديني للخطاب الديني. الاساتذه اللي بيخطبوا في المسجد واللي بيخطبوا في الكنيسه وبيدوا وعظات لازم ينبهوا الناس ضد الارهاب، يخلوا الشباب الكنيسه وشباب المسجد عارفين ان ما ينفعش حد فيهم عشان الظروف الاقتصاديه يعمل حاجه زي كده. يكون في كمان توعيه اعلاميه، حملات اعلاميه، ما يعني نقرب الشباب اكتر ناحيه الدين وناحيه المسؤوليه الاجتماعيه، ونعرفهم ان ده غلط. بتهيألي لما نعمل كده هيبقى افضل كتير جدا لما نقتل 10 ارهابيين قصادهم 100 ضابط مصري. كمان يعني وضع البلد هيبقى افضل يعني. فدي حاجه احنا ممكن نكون ان احنا غافلين عنها شويه، وانا بطالب ان احنا نعملها. برجع على حديثي مع حضرتك، عايزين نعرف
هل هيكون للشركة استثمارات بالخارج، وهل لديها خطة للاستثمار خارجيا ام لا؟ يعني بس انا بس يعني برضو اعلق على كلامك الحلو اللي انت قلتيه، يعني بدل ما معاشرة ارهابيين قصاد 100 ضابط والعكس، يعني 10 ضباط قصاد 100 ارهابي، ولا حتى يعني واحد ضابط قصاد 100 ارهابي. طبعا مصر من اكتر دول العالم بتكافح الارهاب، وبالتحديد يعني الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي هو مجند، يعني كلهم مجندين لهذه القضية، واولادنا في سيناء هم كلهم ابطال يعني، والشهيد منهم يعني دوت رمز لافتخار مصر كلها وانتصار مصر كلها. وان شاء الله يعني الارهاب ينتهي من مصر قريبا جدا. ومن ضمن الحاجات اللي انا برضو انادي بيها من ضمن الاصلاح ده، الاصلاح الاقتصادي بالضبط، الاصلاح الاجتماعي وتغيير الخطاب الديني، ده مهم قوي قوي قوي. وانا مقتنع بان التعليم هو البداية يعني في كل حاجة دايما. هنسأل اللي هو سؤال الاستثمارات في الخارج، استثمارات وهل الشركة في اي نوايا للاستثمار خارجيا في الفترة الحالية ام لا؟ والله في الفترة الاربع خمس سنين اللي فاتوا فكرت ان انا اعمل استثمارات في الخارج، وسافرت فعلا كذا دولة، سافرت امريكا وسافرت المغرب وسافرت ايطاليا وسافرت المجر، وفي فرص كتيرة قوي، وسافرت حتى في الفترة الأخيرة السعودية، وعملنا بروتوكول مع الملك سليمان ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر عابدين لبناء وحدات في مدن في السعودية، من الرياض والمدينة وجدة وكمان أبها وخميس مشيط، يعني في كذا مدينة عملنا بروتوكول كمطورين عقاريين ان احنا نبني هناك مناطق عبارة عن شقق للشباب هناك. يعني ديت الفكرة ديت هي انا فكرت فيها كتير، كمان حتى قدمت على تخصيص ارض وحصلت عليه في المغرب في مدينة اغادير على المحيط كقرية سياحية وسكنية، يعني حوالي 1,000,000 متر مسطح. ولكن في الفترة الأخيرة الدولة هنا ابتدت تفتح أفاق التعمير، فالفكرة ابتدت تبعد شوية عني، لأنه هو كان الغرض منها أني ما بطلش عمل، عندي عدد كبير من يعني العمالة والموظفين، وأنا دولت أنا مربيهم بقالهم كتير قوي معايا وبعتبرهم ولادنا يعني، فكنت عاوز افتح افاق العمل في حتى في اي مكان، لان كان في مصر في مرحلة انتقالية كانت صعبة شوية. في الوقت الحاضر الفكر بيتغير، والدولة هنا فاتحة افاق العمل والتعمير بشكل كبير جدا، وفي فكرة احنا نادينا بيها والدولة واخدة بيها في الوقت الحاضر، اللي هو مشاركة المجتمع المدني مع القطاع الخاص. ياريت لو نعرفها بس في نقاط مشاركة المجتمع المدني مع القطاع الخاص، لأن وقت الحلقة يعني قرب على أن احنا ننهي، فنخدها في نقاط مختصرة. يعني أنا يعني هقولك عليها باختصار، هي دي مهمة جدا لأنها بتحل مشكلة العجز واحتياجات المجتمع من حاجات كتير قوي، منها الإسكان، بمتك على القضية الكبرى الإسكان والتنمية الشاملة، حتى المدارس في عجز 25,000 مدرسة، حتى تشغيل الشباب في عدد كبير حوالي 30,000,000، احنا عندنا في مصر 65% شباب، يعني حوالي 60,000,000 64,000,000 شاب، يمكن نصهم يعني محتاج عمل. فالمشاركة المجتمع المدني مع القطاع الخاص فتحت افاق التعمير، بمعنى انا ممكن كشركة اشتري 100 فدان وانميهم، لكن كطاقة شركة تقدر تنمي 1,000 فدان، لكن ما عنديش فلوس اشتري 100 فدان. فمشاركة المجتمع المدني مع القطاع الخاص تخلي الشركة تقدر تنمي 1,000 فدان، والألف فدان قد 100 فدان 10 اضعاف. فشوفي هنا الطاقة بقت قد ايه، بالفكرة دي بقت الطاقات
تتضاعف بالعشر أضعاف. هو ديت مشاركة المجتمع المدني مع القطاع الخاص، كمان بتقرب وجهات النظر وبتخلي بتغيير الصورة الذهنية في المجتمع كله بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. كمان بتعلم المجتمع المدني الإدارة وفن الإدارة، دي حتة مهمة قوي، خصوصا ان احنا عندنا 7 مليون موظف مش كلهم بينتجوا، ده في عدد كبير قوي منهم لا ينتجوا، محتاجين نوع من انواع التريننج انهم يتحولوا الى منتجين، ودي سهلة جدا انهم يتحولوا. واللي بنى القطاع الخاص حتى في البنوك ومصانع النسيج وموظفين القطاع العام، فهي بس بتبقى في فرصة متاحة وفرصة غير متاحة. هو ده التوضيح، مشاركة المجتمع المدني مع القطاع الخاص. مهندس هاني العسير، أنا بشكرك على مشاركتك الجميلة معنا، وأحب أقول لك إن مشاركتك معنا ده برضو نوع من التنمية، لأن أنت ساهمت في تفتيح عقول ناس كتير جدا ما كانوش مفاهمين مفاهيم معينة، أنت وضحتها لهم بشكل أو بطريقة ما، ونورتنا النهاردة وأسعدتنا وفهمتنا وكل حاجة. أنا أشكرك أنا كمان، بس أحب أقول كلمة أخيرة. في مصر هنا الاقتصاد هو العمل، يعني لو سألوني السؤال ده في أمريكا أقول لهم الاقتصاد هو الهندسة المالية، لو سألوني السؤال ده في أوروبا أقول لهم الاقتصاد هو التكنولوجيا، لكن في مصر هنا الاقتصاد هو العمل. فلازم نعمل، ما نضيعش وقت خالص. وأنا بشكرك وبشكر البرنامج الجميل بتاعكم والقناة العقارية من أجمل القنوات يعني اللي أنا بحبها. بشكرك مهندس هاني، ومشاهدينا بشكركم على استماعكم للحلقة معنا النهاردة، واستنونا وحلقات جديدة واستوديو رجال الأعمال.